بسم الله. ربنا اجعلنا رافعين برايات دينك، رايات الإسلام يا حنان يا منان. نحن نقص عليك أحسن القصص، لي بلو بو ناراسيون، لي بلو بيل ناراسيون، لي بلو بو ريسي، بما أوحينا. يعني شنو الحسن هذا نتاع القصص؟ بسبب بما أوحينا إليك. ما كانش فما واحد وقت حتى النصارى واليهود عطلهم ربي، لأنه لا يفل فيهم الوحي، لأنه هما أعداء الوحي ويوزموا يقرينيوت يقبوا منهم صورة لي وصورة أخرى، كل ما لا يخدمهم، لأنهم هم أهل الدنيا وأهل عبادة العجل وعبادة الذهب، وما أدراك من عبادة الذهب اللي أشروا بقلوبهم العجل والعياذ بالله. هؤلاء هم يتمتعوا في الدنيا، قالوا ربي يتمتع قليلا ثم مأواهم جهنم وبئس المصير، بئس المهاد. واللي قاعدين يتشبهوا فيهم ويخدموا بهم بكل مدلة ويطعوا في مال حرام، قولوا لكم انتوا راكم في خطر عظيم، فاهربوا بجلدكم او بكيانكم، ابدأوا بالكيان العقلي ولا الكيان المادي الصعب، والكيان بعد العقلي والكيان الروحي. مانا نطفوا روحكم قبل ما يأتيكم الحساب من حيث لا تتوقعونه، وتكونوا من أول النادمين على ما قدموا في دنياهم، لأن الدنيا هي قنطرة إلى الآخرة. إذا كان أحسنش فهمها وأحسنش أدوارك فيها، فأعلم أن العذاب استنى فيك في آخر حياتك، وبعث القبر وهو دار أقوى في العذاب، وبعد البعث صدمة كبيرة تصيبكم إلى أنذال، وبعد ضيحة تامة تأخذون كتبكم من ورائكم وبشمالكم. هذه قلوها خاصة للقشيس، وتهناوا خريتوا دنياكم. ورب يقول ما لا أذهبتم طيباتكم من حياة الدنيا، صحيح طيبات لا بلو دو لوكس، لا بلو دو شوز غراتويت، لا بلو دو كيك شوز كي صوبان ولا كي كنا bien à le goûter et le goûter et le goûter. C'est fini, il n'y a plus de récréation, il n'y aura plus de festin, etc. etc. Mais c'est le contraire que vous l'aurez à votre document. Wassalam ala ahl al-islam.